بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي الكرام، اليوم بنتكلم على في رائعة من روائع المونتاج لأصحاب قنوات اليوتيوب، وهو برنامج الفي إن. ده شغال على الموبايلات أندرويد، برنامج مجاني وسهل جدا وجميل. اليوم ان شاء الله بناخد اولى حلقات المونتاج عليه. ممكن ناس تسمع الفيديو ده للاخر وهتبدأ تقدر تعمل فيديو، ممكن تركب فيديو هنا على بعض، ممكن تدمج صوت، ممكن تدخل صوت على فيديو. الموضوع هيبقى سهل جدا، بيستخدم في الدمج وفي وضع مؤثرات وفي استبدال الصوت، كل الحاجات دي مع بعضها. بنبتدي ان شاء الله نشوف البرنامج اسمه VN عشان ما نطولش عليكم. في البداية خالص بنروح طبعا للسوق بلاي او الجوجل بلاي، ونبتدي نروح نسطب البرنامج. بنروح الحين اهوت للسوق بلاي المتجر، ونكتب في السيرش بتاعه VN، حرف الـ V وحرف الـ N بالانجليزي، وبعدين نعمل سيرش. طبعا انا عندي هنا مسطبه، فطلع لي طبعا انه موجود وفتح على طول. طبعا بالنسبه لك هيطلع تثبيت البرنامج فبتثبته. هنقفل من هنا ونروح نشوف البرنامج على الايقونه بتاعته. ابص معايا كده الـ VN اللي هي باللون الابيض. ازاي نبدا؟ نضغط عليه، في علامه زائد تحت اهيت، نضغط على علامة زائد، هيطلع لي المستطيل الأزرق مكتوب فيه نيو بروجيكت، يعني مشروع جديد. نضغط عليه، هيفتح لي الفيديوهات اللي موجودة في الموبايل بتاعي. وطبعا عندي هنا الصور والفيديوهات. طبعا هو بيفتح تلقائي الفيديوهات، هنبتدي نختار الفيديو. مثلا فيديو المقدمة، أنا عندي فيديو مقدمة خاص بالقناة بتكون مجهزه عندك، أو الفيديو الأول. في ناس ما بيعملوش فيديو مقدمة، فبيبقى عندك فيديو أو اتنين أو تلاتة فبتدخلهم مع بعضهم. بنبتدي مثلا زي ما انتم شايفين كده، بنبحث في الفيديو. ادي عندي الفيديو المقدمه اللي هو الستاره الحمراء دي كده، نضغط عليه نحدده، وبعدين نتك على السهم اللي هو باللون الازرق. شوف كده معايا على حسب حجم الفيديو، فيديو جي اللي عنده اهوت، جالي في اللاير او الطبقه بتاعت الاساس اللي تحت. انا عندي اربع طبقات، الطبقه اللي تحت دي بيبقى فيها الفيديو او الصور. طبعا في ده جزء زي دوت ممكن نحذفه بالشكل ده كده. عندي يا اما ريسايكل بن، أو نضغط عليه اصفر نتك على ريسايكل. بعد كده مثلا بنضغط على علامة زائد، ونروح نجيب كمان فيديو تاني. طبعا الموضوع ده ممكن نكرره بعد الفيديوهات اللي عندي. هنختار فيديو صغير كده، الفيديو دهوت حددنا ديت العلامة دي، وبعدين نضغط على السهم اللي فوق، وبعدين نضغط على السهم اللي تحت عشان الفيديو صغير بسرعة بيجي. طبعا لو فيديو كبير بيغيب شوية وبيتظهر لك علامة التحميل بتاعته. أدي عندي الفيديو بالشكل ده، بقت عندي الفيديو المقدمة، وادي عندي الفيديو الثاني ده كده. طيب الفيديو الثاني، طبعا انا هنا بقى عايز نكتب الكتابه فين؟ على ثاني طبقه من فوق، هنيجي ضاغط عليها تطلع لي الكتابه، وبعدين نبتدي نكتب مثلا اي عباره انت عايز تكتبها، تعليق على الفيديو او اسم الفيديو، او في عبارات بتبقى ماشيه على الفيديو باستمرار. مثلا هنكتب منظر الغروب الرائع مثلا بالشكل ده كده. شوف بنكبرها ازاي، بتشد في السهم كده بتكبر الكتابه اهو، وبتحرك بايدك. شوف كده بنكبر وبنصغر عادي خالص. النص ده هيبقى على الفيديو، بتحركه بتحاول تحدد المكان اللي يبقى عليه. طبعا بتخش تتحكم في الوانه. بص معايا كده، عندي لون بخلفيه شوف ازرق باللون الابيض نفس الكلام. شوف كل ديت خلفيات او الوان بخلفيات، بيدي لون للخلفيه ولون للكتاب. بنحرك، شوف معايا اتحرك بايديا كده لاعلى والاسفل، وبعدين نثبته في المكان. طبعا في عندي كمان اللون غير اللون، بس خلفيه شفافه، شوف اهي اللي هي الجزء الاولاني، وكتير جدا والوان كتيره. طبعا بنختار اللون المناسب للفيديو زي ما احنا شايفين كده شباب. تمام، بنغير جزء جزء على حسب ما يوصل اللون اللي انا عايزه. خلاص شوف، تعالى بص كده معايا، حرف الاي اي دي الخطوط. بص بندخل بنختار عندي حوالي 10 او 12 خط، بنختار الخط المناسب، نوع الفونت او الخط المناسب ليا على حسب ما يظهر على شكل الفيديو.
بعد ما خلصنا في عندي علامة طبعا بنحرك كده ثبته في مكان، ولما بنخلص في عندي علامة صح تحت اهيت بنضغط عليها ويعتبر كده الايه النص خلص. طبعا لو عايز نعدل فيه بنضغط عليه تاني وفي تظهر علامة تعديل وبعدين ادي تعديل، ادي الفيديو الاولاني، ادي الفيديو الثاني، خدنا الكتابة، خدنا كده ازاي نحط فيديوهين مع بعض وازاي ناخد الكتابة معايا. هنيجي بعد كده نضغط على اول طبقة فوق، عندي تسجيل وعندي ميوزك وعندي افكت، فناخد مثلا ميوزك على اساس ان عندي نص هندخل موسيقى عليه او ندخل صوت من عندي. طبعا هنا بنختار الصوت الاول، بنشغل الصوت كده وبنسمعه. عندي طبعا هيبقى عندي قطع موسيقيه كتيره جدا المفروض تكون معلش شوك طبعا ونشر، ودي بنزلها من اليوتيوب، يعني مكتبه اليوتيوب نفسها بتجهز او فيها فيديوهات كتيره موسيقى معلش شوك طبع ونشر. طبعا ده الصوت، درجه الصوت بتاعته، شوف كده بنعمل المعاينه، الصوت يشتغل الموسيقى مع الفيديو والفيديو الثاني يخش نفس النظام وهكذا. طبعا في عندي علامة السماعة تحت خالص، لو عايز نقفل صوت الطبقة الأساسي اللي هو الفيديو الأصلي بنقفله، بنضغط على السماعة ونجي قافل الصوت أو نحكم في درجة. طبعا الكتابة لو أنا عايز تمشي مع في على طول الفيديو، شوف بنمد كده بنضغط عليها ونسحبها لحد آخر الفيديو، تقوم العبارة اللي أنا كتبتها تتم ظاهرة لحد آخر الفيديو، ممكن يكون تعليق مثلا باسم القناة أو لوج أو شيء. بكده إحنا استخدمنا. هنا هنجيب فيديو تاني بقى، بس الفيديو التاني ده في الطبقة التانية اللي فوق الأساس على طول، يعني عندي أربع طبقات، طبقة الأساس اللي هي الفيديو الأصلي، الطبقة التانية بنحط فيها لوجو أو بنحط فيها فيديو تاني، فيديو على فيديو ممكن كواحد بيعلق، والفيديو والطبقة التالتة للكتاب، والطبقة اللي فوق خالص للصوتية. أدي الفيديو نزلناه، برضو بنتحكم في حجمه زي الكتابة بالظبط كده، في حجمه وفي وضعه. وطبعا في بدايته إن أنا بحركه في التراك بتاعه في اللاير بتاعه على حسب أنا عايزه يبدأ منين. ادي كده حددنا المكان اللي هيبدا منه، فوق بنحدد الحجم، نروح نحدد البوزيشن او الموضع بتاعه على الفيديو، ده ممكن يكون صوره ليك بتتعلق على الفيديو الاصلي وهكذا. يبقى احنا كده ركبنا فيديو على فيديو، حطينا صوت فوق صوت للفيديو بشكل عام، وبكده شوف ادي المعاينه. يبقى انا عندي فيديو طبعا، عندي فيديو هنا راكبين على بعض، في ممكن نتحكم بقى في صوت الاولاني، لو انا عايز الاولاني ده مالوش صوت نشيل الصوت، عايز نخلي الخلفيه الموسيقيه بس نخلي الخلفيه الموسيقيه، نخلي الصوت والخلفيه الموسيقيه اوكي. هنا طبعا لما بنضغط على علامه زائد طبعا الفيديو الثاني ممكن نسحبه لحد زي ما عملنا الكتاب نخليه اخر الفيديو، او ممكن بعد ما يخلص نحط فيديو ثاني، يعني نختار فيديو ثاني برضو فيديو على فيديو. يبقى انا كده كان عندي فيديوهات بتتغير اثنين وتغيروا على واحد، او فيديو واحد ثابت لحد الاخر وهكذا. يعني ده البرنامج بيديك امكانيه لانك تعمل حاجات كتير جدا. يبقى احنا عندنا اربع طبقات، طبقه الاساس اللي هي الفيديو الاساسي او الصور، الطبقه الثانيه بتاعه اللوجو صوره او فيديو هيستمر للاخر، يبقى فيديو على فيديو او صوره على فيديو، وطبقه الكتابه، وطبقه اللي فوق خالص بتاعه الصوت، اما تسجل او تختار ميوزك او ملف ميوزك من داخل مكتبه الموبايل بتاعك. بكده ده الشكل ده بتاعي، كان احنا عملنا حاجه بسيطه، نموذج مصغر، جبنا فيديوهين، فيديو مقدمه وفيديو تاني. في هنا بقى عندك ممكن نعمل نقطع بالمقص اللي تحت كده، نحدد ونقطع لو عايز نحذف جزء او شيء. طيب بعد ما بنقطع عايز ندخل من فيديو لفيديو، الانتقال عندي هنا شوف كده معايا، ادي طريقه الانتقال من فيديو لفيديو، لو هم مختلفين نختار نختار حاجه زي كده اللي هي من الداخل للخارج او من الخارج للداخل. طب لو هم نفس الحاجه فبنبين حركه بقى، يا اما من اسفل لاعلى او من اعلى لاسفل او من اليمين ليسار او من اليسار لليمين. هو ده نقدر نضغط على زائد، علامه زائد اللي هي ما بين المقطعين، يقوم يديني كل الانواع اللي هي مراحل الانتقال من فيديو الى فيديو بالشكل اللي احنا شفناه ده كده. بنحاول نخلي الشرح ان شاء الله مبسط، واعتقد ان هو الى حد ما احنا كده برضو مش عايز اطول، ولكن في نفس الوقت عايز تستفيد وتقدر تنفذ. خلصنا خالص، تيجي ضغط على اكسبورت اللي فوق باللون الازرق اللي انت شفته دي كده، عندي سيف اكسبورت، هو البرنامج بيسيف اوتوماتيك، انما لما يجي اكسبورت يعني تصدير، يعني انتاج الفيديو اللي انت عامله.
ضغطنا على اكسبورت وبننتظر شوي لحد طبعا نشوف هو بيحمل. يعني ايه اكسبورت؟ يعني تصدير العمل اللي انت عملته عشان يظهر لك بالشكل اللي النهائي. احنا كده طبعا بعد ما عملنا اكسبورت بيبقى صعب ان انا اعدل فيه الا اذا رجعت دخلته كفيديو تاني للفي ان. كده الفيديو هو بيحمل كده خلاص. فبتقول له سيف ان البوم اضغط عليه سيف نافي الالبوم. دي طبعا كل دي مشاريع قبل كده. بنروح نشوفه فين. هتبقى مسطب عندك برنامج اللي هو بتاع الدام جيلين شايف ابو خط ابو سهم اخضر ده. شوف كده ادي الفيديو ده عندنا فوق اهوت. اما تيجي تشغله تك على علامة التشغيل هيظهر لك الفيديو بالشكل بقى النهائي بتاعه زي ما انت شايف كده. طبعا مش هيظهر لك بقى لطبقات ولا اي حاجة. هيظهر لك كله كأنه ايه الفيديو النهائي او الفيديو المعمول للعرض النهائي. طبعا جميل اهوت. طبعا شوف بقى الحركات اللي احنا بنعملها. اما حركة دوران طب خلصنا كده. فانت عايز تعمل عليه مثلا دمج فيديو عشان تقلل الحجم. فبتيجي ضغط على الفيديو طلع لك علامة زائد معناها هات كمان فيديو حطه عليه. في الحالة دي دايما بنحط فيديو صغير مثلا. الدمج ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني في ان انا اقلل الحجم بتاعه مش الوقت. هنزود الوقت وهنقلل الحجم بتاعه اللي هو الميجا بايت بحيث ان يبقى سهل في الرفعان، سهل في المشاهدة، سهل في التحميل على لو حد عنده باقة ضعيفة او كده. بعد كده بنختار فيديو مثلا اذا عجبك الفيديو. طبعا دي كل ده عندي فيديوهات. بنختار المقطع. تبقى انت عامل مقطع ممكن تبقى خاتمه لقناتك، خادمه للفيديوهات قناتك. ممكن تكون اذا عجبك الفيديو اشترك في القناه وهكذا. العباره اللي احنا بن ايه بنسمعها دي اهي. مثلا هنيجي على الفيديو. معلش فيديوهات كتير قوي. نيجي على المقطع اللي احنا عايزينه وبنختاره. ما زال البحث جاري. طبعا هيت عندك هذا المقطع اذا عجبك الفيديو. بتيجي ضغط عليها بالشكل ده طلعت هناك. اضغط على كلمة دمية تحت. الطبقات خليها 25 الاطارات بدل ما هي 30 عشان تقلل الحجم. وهنا بنكتب اسم الفيديو مثلا كان منظر الغروب الرائع مثلا. وبعدها بنكتب الايه حفظ زي ما احنا شايفين كده. الحين بنعمله عمليه دمج. شوف بقى اروح نشوف الفرق ما بينه قد ايه طبعا الدمج ده احنا بنعمله عشان نقلل الحجم شويه وكمان نضيف فيديو لفيديو يفيدنا بحاجات كتير. الحين هنا هنكتب نضغط على تم نضغط على علامه صح دي كده. روح شوف الفيديو بقى 2 وكام و7 من 10 من كام 6 يعني تقريبا وصل للثلث. التلت بالنسبة للحجم. خلاص نطلع بقى من هنا. هو أصبح الفيديو معدل التحميل دلوقتي على اليوتيوب. وبص كده بنحاول نعمل معاينة أخيرة بعد ما ضفنا الفيديو الثاني. هذه تمام. شوف هذه حركات الانتقال وهذا الصوت. والصوت ده ممكن يكون مسجل أنت مقطع بصوتك تدخل الصوت عليه. يعني ممكن تصور الفيديو بدون صوت وتحط صوتك أنت عليه. هنا كده اذا عجبك الفيديو دي اخر حاجة احنا كنا ضفناها للفيديو. وبكده الفيديو بتاعنا بيكون انتهى تماما وجاهز للعرض على اليوتيوب. نتمنى ان احنا نكون فدناكم. ان شاء الله بنكمل تاني فيديو مرة واثنين وثلاثة عشان الناس تستوعب. ان شاء الله الموضوع بيبقى سهل. بس انت ابدأ وجرب وهتلاقي الموضوع سهل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.